صباح الخير، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهاردة هنقوم مع بعض محاضرة رقم 4 الكتروني، ويا ريت قبل ما نبدأ اللي محضر التمرين اللي احنا اخدناه في اخر المحاضرة اللي فاتت اجازة معاه، اللي مش محضر يجيب ورقة وقلم ويستعد معانا. يلا هنبدأ. كان السؤال بتاعنا you travel to أسوان you meet a new friend. انت كنت مسافر أسوان او سافرت أسوان وقابلت صديق جديد، ماشي. ايه المطلوب؟ how to introduce yourself، ازاي هتعرف نفسك في المقابلة دي. how to introduce yourself، عرف نفسك ليه الشخص اللي قدامنا ده. طيب اول حاجة ما اعرفه اقوله hello sir، nice to meet you، I am flan، or my name is فلان. طيب ايه اللي مكتوب بالريد لاين ده؟ thank you for giving me this interview، شكرا اللي انت سمحت لي او اديتني فرصة المقابلة دي. طيب بنحطها امتى الجملة دي؟ لو انت رايح مقابلة شخصية. يبقى انت هنا احنا المحادثة اللي قدامنا دي كلها او الكلام اللي قدامنا ده كله احنا ممكن نستخدمه لما هنتقابل مع صديق جديد بنتعرف عليه، او رايح مقابلة شخصية وبتعرفه بنفسك. Thank you for giving me this interview، شكرا انت سمحت لي بالمقابلة دي. تبقى جملة جميلة جدا جدا جدا، فيها تهذيب وأدب لما قبل ما تبدأ أي محادثة مع حد. I am فلان، اسمك، or my name is فلان. I am years old، أنا عندي كام سنة؟ I am 20 years old. I am from Egypt، أنا من مصر. I am student in the، أنا طالب في إيه؟ في الـ Higher Institute for Tourism and Hotels Studies New Damiet، أنا طالب في المعهد العالي للدراسات السياحية والفنادق في دمياط الجديدة. أنا عرفته أنا بدرس فين. طيب لو أنت شغال هتقول I work in، أنا شغال مثلا in restaurant، in cafe، in Cairo Airport، براحتك خالص المكان اللي أنت تحبه. طيب I have an experience in، أنا عندي خبرة في المجال اللي أنت عندك فيه خبرة، for لمدة كام years، اشتغلت هناك قد إيه. I have an experience in cooking for 4 years، أنا عندي خبرة في الطبخ من 5 سنين، من 4 سنين، السنين اللي أنت عايز تحطها. طيب ممكن أقول له إيه تاني في التعريف أو أعرفه وأقول إيه. I can speak، أنا أقدر أتحدث English and Arabic، انجليزي وعربي، انجليش اند فرنش، انجليزي وفرنساوي، اي لغه انت عايز تحطها براحتك. او ممكن تقولها بطريقه تانية I am good at، انا كويس في انجليش اند عربي، طريقه تانية. ممكن كمان لو انت بتعرف عن نفسك تقول my favorite color is red orange purple، اللون اللي انت عايزه. my favorite food، طعامي بيكون طعامي المفضل is fish meat، سباكيتي، برضو اي طعام انت بتفضل. في الاخر خالص اقول له I like to be a or an، انا عايز اكون a، اقول الوظيفة اللي بتبدأ بحرف عادي، وان لو كانت الوظيفة بتبدأ بحرف متحرك. I like to be an مثلا artist، انا عايز ابقى فنان. I like to be a chief، انا عايز ابقى chief، وهكذا. يبقى لما يجي يقول لك انت قابلت صديق جديد او رايح مقابله شخصيه لعمل، يبقى هي دي الشكل الاجابات او الجمل اللي احنا بنحطها فيها. تمام يا شباب؟ طيب شوف اللي بعده. اخذنا مع بعض الجزء الكرياتيف how to write an email، ازاي تكتب ايميل. هنقرا مع بعض ايه اللي مطلوب مني عشان تبقى عارف الجمل اللي بتبقى موجوده منك قدامك دي اللي انت بتاخد منها الايميل، ودي غالبا بيبقى عليها نص الدرجه. لو جه سؤال زي ده في الامتحان الجمل اللي بتكتبها عليها نص درجه السؤال ده. write an email to your friend Veronica، اكتب ايميل لصديقتك فرونيكا. to tell her about، عشان تقول لها اي موضوع بقى. بعد tell her about، بعد كلمة about بيجي لك الموضوع اللي انت بتتكلم عنه. about مثلا
your university عن الجامعة بتاعتك، your مثلا holiday عن الأجازة بتاعتك. الموضوع هتلاقيها بعد كلمة about. her email address العنوان بتاع الايميل بتاعها بيكون veronica88yahoo.com اهو. your name انت بقى اسمك ايه؟ انت اسمك مايفن و your email is mayvin60yahoo.com. يبقى انا عندي هنا ذكر لي اسمك وايميلك، وذكر لك اسم الصديق بتاعك اللي انت هتبعت له الايميل بتاعه. يبقى اذا هنا ما لقيش حد كاتب اسمه. من فضلك ركز، ما تكتبش اسمك الشخصي، هتكتب الاسماء اللي موجوده هنا. لو تلاحظ هتلاقيني، عشان اهو بنعلم اهو يا جماعه، كتبت اسم صديقك باللون الاحمر والايميل بتاعها بالاحمر، واسمك انت بالازرق والايميل بالازرق. طب ده ليه؟ هشوفه في السلايد اللي وراه. احنا عملنا كده ليه؟ اهو تو، كلمة تو تبعته لمين؟ كتبته انا ببعته لفيرونيكا والايميل بتاعها. from من مين؟ يبقى منك انت، من اسمك انت، ايميلك انت، مايفن والايميل بتاعها. تمام يا شباب؟ تاني، يبقى انا لما اجي اكتب اي ايميل اهو ده الشكل بتاعه يا جماعة. to from subject dear، وفي الاخر خالص تحت yours، وبكتب الاسم بتاعك. تاني ما تيجي يقولك اكتب اي ايميل اهو الشكل بتاعه to، بكتبه لمين؟ واكتب ايميل الصديق اللي انا بكتبه from. مين اللي بيكتبه؟ مني انا، يبقى اكتب الايميل اللي مذكور بتاعي انا. بعدين بكتب تحت كلمة subject الموضوع بتاعي، بتكلم عن ايه؟ عن الهوليداي اجازتي، بتكلم عن اليونيفرستي الجامعة بتاعتي، بكتب الاسماء. وبعدين بكتب دير عزيزي او عزيزتي، انا ببعت لمين؟ اه فيرونيكا، يبقى دير فيرونيكا، عزيزتي فيرونيكا. خلاص يا جماعه دي اساسيات سهله. اول ما باجي اكتب الايميل بكتب جمله حافظينها مع بعض، سهله خالص وبسيطه. بقول ايه فيها؟ I am happy to write you، انا سعيد ان انا بكتب لك. How are you؟ ازيك. I want to tell you about، انا عايزه اقول لك عن، واكتب الموضوع بتاعي هنا. تاني جملة أساسية يا جماعة تتحفظ وسهلة جدا. I am happy to write you. How are you? I want to tell you about. سعيد ان انا بكتب لك. ازيك عامل ايه؟ انا عايز احكي لك عن. هحكي عن ايه؟ قلنا لو هنقول على الجامعة بتاعتي university، I want to tell you about my university. هكلمك عن الجامعة بتاعتي. It's a big. It's a clean. I love it. I go to my university all the day. I love my teachers. هتكتب الجمل اللي انت عايز تحطها فيها. لو هتتكلم مثلا عن الهوليداي هكتب اقول On holiday I go to كذا، انا رحت الحتة الفلانية. I go to with my family، انا رحت مع اسرتي. We go to by car، احنا رحنا بالعربية. It's a nice day، ده كان يوم جميل. تكتب برضو اللي انت عايزه في النقط دي. بعد ما تخلص الجمل بتاعتك في اي موضوع هتتكلم عنه، مش بمزاجك الموضوع، الموضوع انت هتكون كاتبه هنا يا جماعه، هتكون كاتبه في السبجكت، وهو هيبقى طالبه منك في العنوان بتاع السؤال. في الاخر خالص هكتب له في اخر الميل بتاعي see you soon، yours صديقك او صاحبتك او اللي بيكتب لك. مين بيكتب لك الكلام ده؟ مايك. سهل يا جماعه. يبقى اول ما تيجي تقرا ان في ايميل عندك هتكتب ايه؟ هتكتب اساسي to from subject dear، تحت بعد كده سيب المسافة بتاعتك، see you soon اللي هي النهاية جملة الختام، yours صديقك واسم اللي انت بعته اهو، وتملى الفراغات زي ما احنا مليناها من العنوان. الجملة الاساسية بتاعتي هكتبها في الاول I am happy to write you. How are you? I want to tell you about. واكتب about ايه الموضوع بتاعي، واختم في النهاية بسي يو سون، خلص الايميل بتاعك. حاول تدرب ايدك عليه، حاول تدرب ايدك على الشكل ده. الشكل ده لو السؤال ده موجود هيبقى عليه نص درجة السؤال، نص درجة السؤال اللي انت تكمل الفراغات اللي موجودة قدامك دي. وده مش صعب لانك هتلاقيه في العنوان بتاعك او في السؤال بتاعك اللي مطلوب. تمام يا شباب؟ طيب
بعد كده اخدنا الاكسبريشن بتاعنا هنقراهم مع بعض. I am calling to. I am calling to. الاكسبريشن ده يا جماعة بيجي وراء verb. بيجي وراء verb. I am calling to order a pizza. I am calling to accept your invitation. يبقى انا عندي هنا I am calling to. اول ما اشوف كلمة to او preposition to هنجيب وراء فعل في المصدر على to. طيب اللي بعده I am sorry to. انا بعتذر عن. بعتذر عن ايه؟ تمام برضو بيجي وراء الفيرب في المصدر يا جماعة. I am sorry to be so late. اسف جدا ان انا اتأخرت. او I am sorry to hear about your sick mother. انا اسف ان سمعت بس خبر كده ان والدتك تعبان. يبقى to جي وراها be و hear الفعل في المصدر. اللي بعده I am working on. I am working on. هنا I am working on دي يا جماعة بيجي يا إما وراها noun أو بيجي وراها الverb آخره ing noun أو I. تمام؟ يبقى working on هيجي وراها noun أو هيجي وراها الverb آخره ing. I am working on a big project. أنا بشتغل يا جماعة على مشروع كبير جدا. أو I am working on painting a house. أو أنا شغال على دهان البيت، بدهن البيت، يبقى حاجة أنا بعملها دلوقتي حاجة. يبقى calling to. أقول لكم على علامة حلوة، أول ما تشوف أي preposition to بتجيب وراه فعل في المصدر. تاني أي preposition حرف الجر to بتجيب وراه فعل في المصدر. on هنجيب على حسب. on هيجي وراه يا إما noun أو ing. اللي بعد do you want, do you want me to. لقيت to يبقى على طول بروفل فعل في المصدر. do you want me, هو انت عايزني to pick up the cake. do you want me to fix your flat tire. شايفين يا جماعة to يجي ورا pick fix فعل في المصدر. طيب اللي بعد I think I should. متهيألي كده يا جماعة او اعتقد ان المفروض ان انا اعمل ايه. I think I should practice my reading. practice بجي وراء verb. وكنا قلناه قبل كده يا جماعة ان should و shouldn't برضو من الموديل الverbs. موديل verbs افعال الناقصة بيجي وراء الفعل في المصدر. I think I should practice. I think I should join study group. بيجي وراها فعل في المصدر زيها زي to. اللي بعد بيقول let me make my own decision. يبقى let me برضو بيجي وراها الverb في المصدر. let me welcome you. let me welcome make. يبقى دلوقتي يا شباب اتفقنا على ايه؟ عندي preposition to وعندي should. preposition to وshould اول ما اشوفهم بيجي وراهم الفعل في المصدر حاف فاضي بدون اي اضافات. هنضم عليهم كمان let me. let me برضو بيجي وراها الفعل في المصدر. هنا عندي يا شباب can I get بيجي وراها noun. can I get بيجي وراها noun. ودايما بنتيجي في السؤال can I get a cup of water. هو انا ممكن احصل على فنجان ميه لو سمحت. او can I get a dog. وانا ممكن اجيب كلب ممكن احصل على كلب. can I get بيجي وراها noun. طيب بعد كده thank you for. preposition هنا for من الحروف الجر يا جماعه. thank you for inviting me. شكرا انت دعوتني. thank you for helping me. شكرا ان انت ساعدتني. يبقى انا هنا عندي for بيجي وراها ing. تعالوا نرجعهم مع بعض يا جماعة. كلمة for preposition for لما بشوفه يبقى لازم الverb اخره ing. can I get بيجي وراها noun. can I get بيجي وراها noun. let me بيجي وراها verb في المصدر في الفعل في المصدر. thank you. I think I should. should بيجي وراها الفعل في المصدر. اي preposition فيه to بيجي وراها الفعل في المصدر.
عندي working on بيجي وراه يا اما noun اسم او الفيرب اخره ing. يبقى كده احنا خلصنا الاكسبريشن اللي علينا كله. السلايد اللي انتوا شايفينه قدامكم ده دلوقتي اسئله، دي شكل الاسئله اللي احنا اتدربنا عليها كلها في المحاضرات اللي قبل كده. حضرتك تقعد وقت رايق كده ورقه وقلم في ايدك وتبدا تختبر نفسك لو ده ورقه امتحانيه هتحلها ازاي. اتفقنا ان اول سؤال write short notes هتيجي من التعريفات اللي احنا شرحناها كلها، واتفقنا ان كل تعريف من دول كان ليه مجموعه نقاط يكتفي ان انت تختار منهم نقطتين او ثلاثه تبقى متاكد من حله، وتقعد مع كل تعريف تشوف هتكتب فيه ايه وتنظم الاجابات بتاعتك. السؤال الثاني اللي هو الكوريكت ذا سنتنس، هتصحح الجمل دي. انا عطيها لك جمل اهي والجمل دي فيها اخطاء، وكل جمله من دول على فكره هتلاقي فيها علامه التنز اللي مطلوب منك، الزمن اللي مطلوب منك. يعني هنا مثلا عندي ناو يبقى دوت البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، حاجه بتحصل دلوقتي وقت الكلام، يبقى انت تتكلم كده مع نفسك البريزنت كونتينوس ده بيتكون من ايه. اراجع على محاضره تاني واشوف ده بيتكون من ايه واشوف الجمله دي اللي غلط فيها، اعمل ايه؟ اعلم على الكلمه الغلط اللي عندي واكتب التصحيح بتاعها جنبها. يبقى ده الكوريكت يعني صح. choose the correct answer، هنا هتختار الاجابه الصح زي ما انت شايف كده. عندك الجمل برضو فيها حاجات بتدل، يعني بص هي الجمل محلوله اصلا، انت بتشوف الكلمه اللي بتدل او الاشاره اللي بتدل على زمن الجمله او هو مطلوب منك ايه وتحطها او تعلم على الاجابه الصح اللي قدامك دي. يبقى انت اللي مطلوب منك هتحل الورقه دي كورقه امتحانيه عشان تدرب نفسك لو جالك اي اسئله من دي في الامتحان تبقى طبعا متدرب او متعود السؤال ده بيتحل ازاي. وطبعا ان شاء الله اي حد يحل ومش عارف يجاوب على اي سؤال او محتاج اي مساعده انا موجوده يا شباب في اي وقت، ابعت لي وان شاء الله اشرح لك تاني النقطه اللي انت محتار فيها او اللي انت مش عارف تحلها. ربنا معاكم ويوفقكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام يا شباب.